هن نساء أنهك المرض جسمهن، نساء استفحل داء السرطان في ذواتهن، نساء يدهن قصيرة أمام الداء، قصدوا مدينة الرباط من كل ربوع المملكة لتلقي العلاجات الضرورية. أنا واحد سيدة جيت من تيفلت مريضة بالسرطان، جيت سبيطار مولاي عبد الله، تعالجت فيه المراقبة فيه كل شيء، من بعد تندير الكونترولات، عطوني واحد الكونترول ديال الأشعة والأشعة يوميا، ما لقيت فين نمشي، بقيت تنسول على جمعية جنات، منين جيت لقيت الأبواب ديالها محلولين. جيت من طنجة، جيت مريضة، جيت لمولاي عبد الله في السرطان، نعتو لي الحجة، جيت لعندها الحمد لله، دابا قريبة شهر وأنا مع الحجة. لا عمرها سلعه لا هي ولا خوها ولا عبد الله ولا كل شيء، لا عمرها سلعه، بحال اللي جالسين في الديور ديالنا، ما كنحسوش بالنقص او الضعف او شي حاجه. هؤلاء المريضات قصدنا جمعية جنات التي هي في الأصل منزل للا خديجة، التي قررت بعد وفاة زوجها المريض بالسرطان فتح أبواب بيتها لنساء أتت بهن ظروف العلة والعلاج إلى العاصمة. السبب باش فتحت هذا البيت من بعد الممات ديال الزوج ديالي، جاو الفقهاء، كان هو حامل القرآن، جاو الفقهاء تيقولوا الله الله الحاج إبراهيم، رجعوا الخوت، رجعوا الحباب، رجع المال، بقى العمل، سمعت بقى العمل، فكرت حتى أنا نعمل شي عمل خيري، فتحت باب واحد والله فتح بيبان عز وجل، من فضلي الله المحسنين. فتحت البيت ومشيت جبت واحدة 10، نقول لك العزيزة 10، نقول لك 12، ودخلتهم. بين مأكل ومشرب ومبيت ومواكبة اجتماعية تعيش حوالي 30 مستفيدة بين جدران بيت خديجة، حيث يعملن هنا على مواساة بعضهن ونسيان المرض ومعاناته عبر المشاركة في العديد من الأنشطة لتكسير الروتين اليومي.